بالنظر إلى التذبذب الذي سجل في الفترة الأخيرة والذي عرفته مادة السكر بالسوق المحلية بتيارت، وقف تلفزيون النهار بمراكز التموين التي تعرف نشاطا مكثفا من خلال تدعيم التوزيع لتوفير هذه المادة عبر ولايات الوطن وخاصة محليا. على السلعة سكر، مواد السكر متوفرة يوميا عبر كل الولايات. انا كما نوزع على ولايه الشلف، تيارت، جلفه، والسلعه كاينه. اليوم عندنا 30 حاله تسربوا لها هنايا السكر، الزيت كما راكم تشوفوا موفرين كل شيء، الزيت السكر الحمد لله يا رب. خطرات الحق 15 فارد و 30 فارد وحتى 20 فارد. فمن أجل توفير مادة السكر عبر السوق المحلية يتم حاليا ضخ ما يقارب 40 طنا من هذه المادة، إضافة إلى 35 طنا من مادة الزيت. عملية استلام السكر تتم بصفة يومية وعادية حوالي 32-40 طن يوميا، مع التوزيع المسطر توزع بصفة عادية للبرنامج المسطر من مديرية التجارة، و 35 طن تاع زيت يوميا. لذا نطالبوا من المواطنين الاستهلاك بعقلانيه وعدم الانصياع للاشاعات وهذو الصوالح اللي يقولوا سلعه ما كاش والحياه كلش راه متوفر الحمد لله. اليوم رانا في خرجه ميدانيه لمتابعه تسويق المادتي السكر والزيت عبر اقليم ولايه تيارت. سطرت برنامج مديريه التجاره برنامج لتوزيع السكر والزيت على مستوى ولايه الاقاليم التابعه لولايه تيارت بما فيها 14 دائره و 42 بلديه. توفير مختلف المواد الغذائيه خاصه مادتي السكر والزيت عرفت زياده لتغطيه النقص الحاصل بالسوق، فقط يبقى الدور الاكبر على المواطن من خلال ترشيد الاستهلاك.